يمسك في مواعيده مواعيده. مش ده يشجعك؟ مش ده يديلك نوع من القيمة والكرامة إن الله عارفك، عارفك بتفاصيلك. أنا فيك وفي فكرك من الأول، من قبل العالم ما يكون. يمكن أخوك اللي معاك في البيت ما يعرفش همومك الداخلية. ده وجودي أنت اللي راعي، وهمومي دايما شغلاك، والخير من شخصك بلاقيه لحد ما هوصل لسماك. اهلا بيك عزيزي المشاهد مع وعد جديد من وعود الله المشجعه في كلمه ربنا الكتاب المقدس. وعد الرب ليك النهارده موجود في انجيل يوحنا اصحاح 10 الايتين 27 و 28. تعال مع بعض نقرا كلمه ربنا. الرب يسوع المسيح بيتكلم في انجيل يوحنا اصحاح 10 ويقول: خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني، وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. رب يسوع هنا هو راعي الخراف. راعي الخراف، الراعي اللي بذل نفسه لأجل الخراف، الراعي اللي جه مخصوص علشان يدور على الخروف الضال، اللي قال عن نفسه كده: أني أذهب وراء الضال حتى أجده. صديق المشاهد، لو كنت في يوم من الأيام اديت حياتك للرب يسوع المسيح، طلبته بالإيمان، ملكته على حياتك، سكن فيك الروح القدس، انت بقيت خروف من رعية الرب يسوع المسيح. هو الراعي وانت خروف من رعيته، هو بقى مسؤول عنك، انت بقيت تبعه، انت بقيت ملكه. انا هقول لك كم نقطة موجودين في هذا الوعد يشجعوك. اول حاجة، قال الرب يسوع المسيح عنك وعني وعن كل المؤمنين: خرافي. خرافي يعني دول بتوعي انا، مش بتوع حد تاني. الرب يسوع المسيح هنا هو الراعي، هو مش اجير، هو مش شغال بالأجرة، هو مش شغال علشان ياخد أجرة من راعي آخر، لكن ده هو امتلك هذه الخراف. امتلكها إمتى؟ امتلكها لما راح للصليب ودفع تمنها دمه. المسيح امتلكني وامتلكك لما دفع تمنى على الصليب بدمه، امتلكنا. فأنا وإنت بقينا بتوعه، خرافه، إحنا ملكه. ده مش يشجعك؟ ده مش يديلك نوع من القيمة إنك إنت ملك لله نفسه؟ ده مش يديلك نوع من الكرامة إنك أنت مش نكرة، أنت مش راقم في هذا العالم، لكن أنت تنتمي إلى الله، أنت خروف في رعية الله. رب يسوع بيقول: خرافي دول بتوعي أنا، دول جسدي أنا. يا سلام لما كان في يوم من الأيام شاول الطرسوسي قبل ما يبقى بولس كان يضطهد الكنيسة، ظهر له الرب يسوع بمجد وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: ازاي يا رب اضطهدك، انت مين؟ قال له: انا يسوع الذي انت تضطهده. انت مش عارف يا شاول انك انت بتضطهد فلان وفلان وفلان المؤمنين، بتضطهدني انا؟ يا رب دول مش تبعك، انت فوق ودول على الارض ناس نكره. قال له: لا، دول بتوعي، دول تبعي، دول جسدي. اذا عزيزي المشاهد اشجعك انك انت خروف، يعني انت ملك الرب يسوع المسيح، انت بتاعه. قال: خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها. هنا الراعي يمتلك الخراف، دول بتوعه هو، هو مش أجير، لكن كمان الراعي يعرف الخراف. يعني يعرفها؟ يعرفها يعني عارف كل خروف بظروفه، عارف كل خروف باسمه، يدعو خرافه الخاصة بأسمائها. مش ده يشجعك؟ مش ده يديلك نوع من القيمة والكرامة إن الله عارفك، عارفك بتفاصيلك. احتمال، صدقني عزيزي المشاهد، اللي معاك في البيت مش عارفك، يمكن شريكة حياتك ما تعرفكش، يمكن أخوك اللي معاك في البيت ما يعرفش همومك الداخلية، يمكن اللي بينام معاك في نفس الأوضة مش عارف مشاكلك وهمومك الداخلية. لكن أشجعك أقولك الله الرب يسوع المسيح، لأنه راعي الخراف العظيم، يقولك أنا عارفك، عارف عجنتك، عارف اللي أنت بتفكر فيه، عارف اللي أنت خايف منه، عارف نقطة ضعفك، عارف همومك، عارف مشاكلك، عارف شخصيتك، عارف اللي يفرحك، عارف اللي يزعلك، أنا عارفك. مش ده يشجعك؟ أنت مش نكرة، أنت مش رقم قومي مكتوب على الرقم الهوية بتاعك، لكن أنت مدعو باسمك، الله بيدعوك باسمك. خرافي
أدعوها فتتبعني. هو عارفك، لكن كمان الخراف تتبع الراعي. مش بس هو يمتلكك، ومش بس هو عارفك، لكن كمان يحب أن أنت تمشي معاه، تمشي وراه. إيه الضمان بعد كده؟ قال وأنا أعطيها. هتديها إيه أيها الراعي العظيم؟ قال حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يا للروعة، هنا ضمان أبدي، حياة أبدية، يعني حياة الله الأبدي. الله يديني حياته ومفيش حد يقدر يخطفني منه. أشجعك في وسط هذا العالم المتقلب عزيزي المشاهد إنك تثق في الراعي العظيم اللي عارفك واللي هيديلك حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، والرب معاك. غلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك، أنا عايش دايما مطمن، مضمونة حياتي في إيديك. أنا فيك وفي فكرك من الأول، من قبل العالم ما يكون، يا ضامن حب الأبدي وثباتي بشخصك مضمون. أنا فيك وفكرك من الأول، من قبل العالم ما يكون، يا ضامني بالحب الأبدي وثباتي بشخصك مضمون. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي عنيك، أنا عايش دايما مطمن، مضمونة حياتي في إيديك. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي فعنيك، أنا عايش دايما مطمن، مضمونة حياتي في إيديك. بما
محبه قلبك بتعوض، دي سنين ان ضاعت بجراد هترجع تاني الامجاد وتفيض على نفسي بحصاد بمحبه قلبك بتعوض، دي سنين ان ضاعت بجراد هترجع تاني الامجاد وتفيض على نفسي بحصاد بغلاوه نفسي على قلبك وكرامه نفسي في عينيك. انا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في ايديك بغلاوه نفسي على قلبك وكرامه نفسي في عينيك. انا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في ايديك. امسك في مواعيده، ده الوعد مش كلام، الله بيقول ويوفي وهيملك بالسلام. صدق لما يقول كلامه في الحلول، ومهما العين تشوف ايمانك راح يقول. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده، امسك في مواعيده، مواعيده.